السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عملنا قبل كده مع بعض كوكس الشوكولاته بطريقه سهله وبسيطه خالص، وكان مفيش اسهل ولا اسرع ولا احلى من كده. قلنا عليه فطار خفيف نقنقه في وسط اليوم، حاجه كده تحفه. هنعمل بقى النهارده اللي بالفانيليا بنفس الطريقه وبنفس البساطه وبنفس السهوله، ما بياخدش معانا وقت خالص، ومكوناته يعني تعتبر محدوده هتقدري تجمعيها. الصعب شلناه منها، هنعمله بمكونات سهله وبسيطه وطريقه سريعه جدا وسهله جدا، مش هياخد منك وقت خالص. يعني لو طلبت معاكي تحضريه نص ساعه صعب كتير، وهتكوني بتاكلي منه من احلى البسكوتات اللي ممكن تعمليها واخفها، يعني حلو جدا وطعمه لذيذ وسريع وما بياخدش وقت وكلنا بنعشقه ككبار وصغيرين. تابع الفيديو وشوف احنا عملناه ازاي. امرات بقى نبدا مع بعض على طول بالمكونات ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا في بوله نص كوبايه زبده، بس نص كوبايه زبده بحراره الغرفه، يعني مش سايله ومش متجمده خالص، ان انا اقدر اضربها بالمضرب بتاعي هتنضرب معايا بسهوله. معايا هنا كوبايه سكر. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا بالمضرب الكهربائي بتاعي، لو انت حابه تستخدمي السباتولا وتقلبيها بيها كده هتتعمل معاكي، بس هتاخد وقت معايا شويه، لكن انا مستعجله فبالتالي هعملها بالمضرب الكهربائي. هضربها كويس جدا لما الزبده بتاعتي تمتزج مع السكر ويدوبوا الاثنين مع بعض، ونرجع نشوفها عامله ازاي. يا بنات للمرحله دي او للشكل ده كده، يبقى انا خلاص كده دمجت الزبده مع السكر كويس. هنزل عليها ببيضه واحده بس كده بحراره الغرفه، وهنزل عليها بمعلقه صغيره فانيليا. اكمل بقى ضرب لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض ونرجع نكمل. اول ما بيوصل معايا القوام ده يا بنات، هجيب كوبايه وربع دقيق نخليهم كويس، حتى زي ما احنا متفقين، حتى لو انا نخليهم قبل كده برجع ادخلهم تاني وانزل بيهم على الخليط بتاعي. ومعايا هنا نص معلقه صغيره كربوناتو، نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره نشا. كربوناتو يا بنات مش بيكنج باودر، تمام؟ هخلطهم كويس جدا برضو مع بعض بالمضرب او بايدك او بالسباتولا زي ما انت عايزه، ونرجع نشوفها عامله ازاي مع بعض. تمام كده يا بنات، هي كده خلاص خلطتها كويس جدا مع بعض. هنزل معاهم بحوالي كوبايه شوكليت شيبس، او بصي الكميه المتاحه عندك ما تقعديش بكميه معينه، حطي كوبايه، حطي كوبايه ونص، حطي نص كوبايه، ده على حسب الذوق بتاعك، تمام؟ هتحطيها معاها وهتبداي تخلطي كويس جدا الشوكليت شيبس بالعجينه بتاعتنا دي من تحت لفوق بالراحه كده مع بعض. هنجيبها من تحت لفوق لحد ما تختلط كلها كويس جدا مع بعض، نرجع نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص يا بنات، هي كده جاهزه معايا تمام ان انا هبدا اشكلها. طبعا الدقيق، كل دقيق بيحتاج كميه سوائل مختلفه، اهم حاجه العجينه توصل معاكي للمرحله دي كده اللي هي لينه، وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايديا، يعني ما تخليهاش سايله قوي وما تخليهاش متماسكه قوي. لو احتاجت شويه دقيق منك انت تقدري تزودي دقيق زي ما انت عايزه. هنشكلها بقى زي ناخد الكمية بتاعتنا ونشكلها مع بعض. هنكورها بس كده بايدينا، هتكون معايا بالشكل ده كده. هبدأ ارصها في الصينية بتاعتي او في القارب او في الصاج، اي حاجة اللي انا هشتغل فيها، وبعد كده هنخلص الكمية بتاعتنا كلها على بعض وارجع اوريها لكم عاملة ازاي. كده تمام، انا خلصت الكمية بتاعتي، رصيتها في الصواني او في السجون بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن. وبعد ما بخلص الكور كلها بحط على الوش شوكليت شيبس برضو كده بشكل عشوائي بالشكل ده كده. انا بفضل ان انا في الشوكليت شيبس اللي مش بني، اللي مش بالكاكاو، يكون الشوكليت شيبس اللي على الوش بتاعه يكون بشكل عشوائي، ان انا ما رصهوش، تمام؟ بيديني شكل احلى. بس بخلص الكميه بتاعتي بنفس الشكل كده، وده طبعا اختياري. وبعد كده لو انت عايزه التسويه بتاعتك كلها تكون قد بعض، هتاخدي الصينيه بتاعتك او السجون بتاعتك هتدخليها في الثلاجه تسيبيها حوالي ساعه، هتخلي درجه حراره المكونات كلها بنفس الدرجه، فلما هتدخليها الفرن هتطلع معاكي كلها بنفس الحجم، يعني كلها هتفرش كلها قد بعضها فهتديكي كلها نفس الحجم. لو مش فارق معاكي بتخلصي وتدخليها في الفرن على درجه حراره 170، هتحطيها على الرف اللي في الوسط، اول ما الجناب بتاعتها هتاخد لون بني خفيف خالص كده معاكي، خلاص تبقى هي كده استوت. بس كده بتكون معانا بالشكل ده كده قبل ما بندخلها الفرن، وبعد ما بندخلها الفرن هوريها لكم عامله ازاي. بس يا امرات خلص معايا بالشكل ده كده، حلو قوي وطعمه تحفه وما بياخدش وقت خالص. ولو ما انتيش حابه تحطيه في الثلاجه عشان خاطر يطلع كله بنفس التساوي، انا ما حطيتوش في الثلاجه خالص، انا كنت مستعجله فسويته على طول فطلع معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. سهل وبسيط، من اسهل البسكوتات اللي ممكن تعملوها، واسهل من اسهل واسرع الحلويات اللي ممكن تعملوها. جربيها هيعجبك جدا وهيعجب الولاد جدا، واشوفكوا على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.